السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير الكلام ما نبدأ به هو الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله بإذن الله ست الكل هنعمل مع بعض العيش الفينو بكل أسراره كده، وهيكون معاكي جميل وحلو زي الفل، زي المخبز كده بالظبط زي ما بتجيبيه من الفرن، وكمية حلوة من كيلو دقيق هتعمل معاكي كمية حلوة من الفينو، هيطلع معاكي هش وحلو وجميل وعاملة بإيدك ومضمون واقتصادي وحلو. بس يا ريت قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا نهدي تدخلوا كده على قناتي اكس لارج للخياطه، قناتي الجديده فتحتي اكس لارج للخياطه، هتلقوها ان شاء الله باذن الله في الصندوق، هتلقوها في التعليق المثبت اسفل الفيديو في التعليقات كده، اول تعليق هتلقوها، وان شاء الله باذن الله هتدخلوا في القناه وهتعجبكم ويعجبكم محتواها واعاده تدوير. ويلا بينا كده ندخل على الفيديو بتاعني. اول حاجه ست الكل، المكونات بتاعتي عندي كيلو من الدقيق زي ما حضراتكم شايفين، ده كيلو من الدقيق، الدقيق يكون دقيق المخبوزات دقيق فينو، وعندي معلقتين كبار لبن بودره، وعندي فنجان زيت ما يعادل كده خمس حوالي كده ست معالق من الزيت، وعندي معلقتين من السكر، وعندي معلقه من الملح، وعندي معلقه خميره فوريه، وعندي ميه دافيه للعجن. بس دي المكونات بتاعت الفينو بتاعتنا نهاردي، مكونات سهلة وبسيطة وفي كل بيت، وان شاء الله بإذن الله جربوه هيعجبكم. ويلا بينا كده ندخل على الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل الفينو بتاعنا ازاي. شوف يا ست الكل، اول حاجة انا جبت علبي او طبق او اي حاجة، وهجيب فيه المية بتاعتي، انا هنزل بنص كميه الميه. طبعا الميه يا ست الكل تختلف بين كل نوع دقيق والتاني، يعني في دقيق بيحب الميه وفي دقيق مش بيحب الميه، فانا خليت شويه من الكوبايه اهم، زي خليت حوالي كده ربع الكوبايه او فوق على ربعها، ونزلت الباقي كميه الميه، وهنزل كده بالسكر فيه وبالخميره، هخلي الملح تضاف في الاخر طبعا، وده اللبن البودرة، بسم الله، واقلبهم كده كويس زي ما حضراتكم شايفين، وهنزل عليهم كده بحوالي ثلاث معالق كبار من الدقيق او اربع معالق، اهو اربع معالق كده كبار، اجيب عليهم معلقه تاني، ده هيديكي هشاشه في الفينو هيخليه يخمر معاكي بسرعه، هيخلي الفينو بتاعك العيش بتاعك يخمر معاكي بسرعه. اهو يا ست الكل زي ما حضراتكم شايفين، وهغطي العلبه بتاعتي دي واسيب الخليط ده بتاعي يخمر. ادي الخميره كده اديتها خمس دقايق، غطيتها وسبتها كده في مكان دافي، بسم الله زي ما حضراتكم شايفين خميري ما شاء الله عليه كده، هتاخدي هيبقى معاك الفينو هش وخفيف وطري بالطريقه دي، وهيخمر معاك بسرعه. هنجيب دلوقتي يا ست الكل الدقيق بتاعني اهو زي ما حضراتكم شايفين، معلقه الملح اللي احنا هنضيفها عليها، ومعلقة بيكنج بودر بس انا نسيتها كده في المكونات، هنزل بيها كده اها، معلقة الملح والبيكنج بودر، البيكنج بودر هيديكي تخلي العيش الفينو معاك ينفخه حلو، هقلبهم كده كويس، وهنزل بالزيت بتاعي مش هخلي غير نقطتين بس اهو زي ما حضراتكم شايفين حوالي كده نص معلقة، هقلب كده كويس، وانزل بالخميره بتاعتي بسم الله زي ما حضراتكم شايفين الخميره ما شاء الله عليه، اجيب كده شويه ميه دافيين في العلبه دايبه كان الخميري
عشان بس كل حاجة كده حطيتها، ضفت اللبن والبودرة لأنه طبعا في الخميرة والسكر والخميرة استفادوا كل حاجة. هبتدي دلوقتي أسمي الله كده بسم الله وأعجن العجينة بتاعتي بسم الله. لو احتاجت طبعا مية هنضيف لها مية، أعجن فيها كده وأرجع لكم تاني. شكل العجينة محتاجة مني مية. ضفت لك كمية المية بتاعتي كلها وهفضل اعجن فيه. زي ما حضراتكم شايفين عجنت العجينة بتاعتي، بس لسه ما عجنتهاش كويسة هاي، والقوام بتاعها يكون طري بالشكل ده اهو وبتلزق في الايد. ده قوام العجينة بتاعت عيش الفينو. هاجي هنا دلوقتي يا ست الكل بعد ما شربت الدقيق بتاعي كده وعجنت في العجينة شوية، هجيب باقي كمية الزيت داي هاي حوالي معلقة بس يعني، وهعجن في العجينة بتاعتي زي ما حضرتكم شايفين كده. معلقة الزيت ده تديني خفافة حلوة وهشاشة كده حلوة في الايه في الفينو بتاعي من جوا. هجيب العجينة بتاعتي كده على رخامة عشان اعرف عجينة كده كويس. جبت الرخامة اللي انا هعجن عليها العجينة وانزل كده بالعجينة بتاعتها زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله، وافضل اعجن كده في العجينة اديها حقها في العجين. لازم العجينة بتاعتك تتعجن معاكي كويس، طول ما هي معجونة معاكي كويس هتبقى معاكي حلوة وتبقى ملسة معاكي ويبقى معاكي الفينو هش وخفيف وطري من جوا. شايفين هفضل اعجن في العجينة بتاعتي كده لحد ما يبقى ملمسها طري خالص معايا وناعم وحلو. شايفين العجينة بقت ملسة معايا ازاي وبطلت تلزقها. شايفين طالما العجينة بتاعتك معجونة كويس يبقى يعني هتتأكد انها تاخدي نتيجة حلوة. شايفين وبردك بطلت تلزق جامد يعني في الايد كانت بتلزق اهي ما فيش اهي اهو. هاخد العجينة بتاعتي كده والمها اهو واحطها في الطبق. وغطيها كده واسيبها تخمر، لازم تغطيها وبعد ما تخمر ان شاء الله باذن الله هي مش هتاخد وقت يعني هتخمر معاك العجينة بتاعتك بسرعة مش هتاخد وقت عشان احنا عاملينها كده مخمرينها في الاول. وادي العجينة بتاعتي خمرتها ما شاء الله عليها زي ما حضراتكم شايفين، ومسكت كمان في الكيس اللي انا كنت حاطاه فيه زي ما حضراتكم شايفين. خدت معاي حوالي كده اكتر من نص ساعي لحد ما اختمرت معاي. هبتدي دلوقتي يا ست الكل اجيب العجينه بتاعتي كده، معلش بس الكهرباء طفيت اها، واطلع العجينه بتاعتي كده على شكل كور اهي زي ما حضراتكم شايفين. بلقي زيت واحطها كده في طبق، الطبق بردك بلدهن ايه زيت. ماشي يا ست الكل، خلي كده القطع متساوية مع بعضيها. هكمل تقطيع العجينة بتاعتي كده على كور على شكل كور كده بالشكل دي وارجع لكم تاني. قطعت العجينة بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين 14 قطعة، 14 رغيف، رغيف كمان حجمه كبير. ويلا كده بيني هغطيها، بس هغطي اللي هشتغل فيهم
هغطي يعني اللي هشتغل فيهم هسيبهم كده والتانيين هغطيهم. وهنا بعد ما اختمر العيش بتاعي زي ما حضراتكم شايفينه، سيبته كده حوالي 10 دقايق لحد ما اختمر بعد ما انا قطعته بالشكل ديته. هنا عندي معلقة من اللبن البودرة، عليهم كده حوالي معلقة من لبن العادي، بحط حوالي برده معلقة من الزيت هتديله لمعة، بردك الزيت هتدي لمعة للوش. وهقلبهم كده كويس وادهن بيهم الوش بتاع الفينو بتاعي. زي ما انتم شايفين وادهن بيهم كده وش العيش، واخده على درجة حرارة 180 في الفرن. وبعد ما يطلع الفينو بتاعي ان شاء الله باذن الله هوريه لكم ونشوفه كده مع بعض. وادي العيش بتاعنا الفينو طلع اهو زي ما حضراتكم شايفين، ما شاء الله عليه جميل جدا اهو، خفيف خالص وهش وطري زي ما حضراتكم شايفين العيش بتاعنا اهو شايفين. وافتحه لكم كده، شايفين السوا بتاعه من تحت ومن فوق اهو، نفتحه كده من جوا ونشوف الفينو بتاعني. شايفين التوريقه فيه من جوا ملفوف ازاي وحلو جميل خالص. او يا ريت لو عجبتكم الطريقه النهارده تعملي لاولادك وتكون يعني مقتصده فيه، هيوفر عليك كتير يعني. وان شاء الله ديكم شفت الفيديو بتاعنا النهارده وطريقه عمل الفينو والعجينه بتاعته سهله خالص واقتصاديه، دي العجينه الوحيده الفينو كده وهي اقتصاديه ليك يعني في البيت. ويا ريت بس قبل ما نمشي كده ونخلص الفيديو، يا ريت ما تنسوه شيء تروحوا لي في قناتي الجديده اكس لارج للخياطة، ان شاء الله باذن الله هتعجبكم وهتلقوها في الصندوق في التعليق المثبت اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.